شرح اسلوب الاختصاص. اول ما يجي في الامتحان وتسمع اسلوب اختصاص على طول تستحضر 3 قواعد. استخرج اسلوب اختصاص، ابحث عن ضمير، بعده معرفة منصوبة يمكن حذفها واكمال الجملة. ابحث عن ضمير، بعده معرفة منصوبة يمكن حذفها واكمال الجملة. القاعدة الثانية، اعرب المختص، مفعول به منصوب بالفتحة لفعل محذوف وجوبا تقديره اخصه. القاعدة الثالثة، بين نوعه، يعني نوع المختص، اما مختار بأل او مضاف لمعرفة على صيغة اي وايتها. تاني، ها، اما مختار بأل او مضاف لمعرفة على صيغة ايها ايتها. كده 3 قواعد اللي انت محتاجه. نبدأ بقى نشوف الامتحانات بتيجي ازاي. ثانوية عامة 2021 ادبي، السؤال رقم 37 في الامتحان بيقول ايه؟ بيديني 4 جمل وبيقول لي مين اللي ينفع اسلوب اختصاص ومين اللي ما ينفعش. انتم رجال تحملون رسالة سامية. هل ده اسلوب اختصاص؟ نطبق القاعدة، ابحث عن ضمير انتم، ادي الضمير موجود. بعده معرفة منصوبة، رجال دي معرفة؟ لا مش معرفة، مفيش قبليها ألف ولام ولا بعديها مضاف إليه ولا هي علم، لا قبليها أل ولا بعديها مضاف إليه ولا هي علم، اللي مفيش التلاتة دول يبقى نكرة، يبقى ده مش أسلوب اختصاص، لأن أسلوب الاختصاص لازم معرفة منصوبة وده مش معرفة. طيب السؤال رقم ب، إنكم نساء مصر ساعيات إلى المجد. أبحث عن ضمير إنكن، تمام، بعده معرفة منصوبة، نساء دي معرفة؟ آه معرفة، معرفة بإيه؟ بالإضافة، نساء مصر يعني النساء بتوع مصر مضاف إليه، بعديه علم مضاف إليه يبقى معرفة بالإضافة. يمكن حذفه لو شلت نساء مصر دي، إن كنا ساعيات إلى المجد، آه الجملة سليمة، يبقى هو ده الأسلوب الاختصاص، هو ده الصح. طب الاختيار رقم ج، معشر العلماء أنتم ملح البلد، في ضمير؟ آه بس مش في الأول، يبقى ما ينفعش، لازم الضمير يكون في الأول. طيب أيها المصريون ارفعوا وطنكم، برضو غلط، مفيش ضمير في الأول، ده التركة اللي في الامتحانات. جزاكم الله خير.